من أجل العمل على إيجاد حلول عملية للمشاكل والبؤر البيئية الساخنة في لواء الصيف بمحافظة الزرقاء، عقد المؤتمر البيئي الذي حمل عنوان بيئة الصيف بين الواقع والمأمول، والذي انبثق عنه العديد من التوصيات لوضع حلول جذرية للمشاكل البيئية في اللواء. مشاكل بيئية متعددة يعاني منها أهالي لواء الصيف في محافظة الزرقاء، تتمثل أبرزها في المحطة التحويلية وبركة البيبسي والمسلخ وتلال الفوسفات وسيل الزرقاء والضخ الجائر في حوض الصيف المائي الذي أثر على نوعية المياه وزيادة ملوحتها. حاليا المشكلة الشاغلة الأشخاص أو المواطنين أخواننا وأصدقائنا بلواء الصيف الحبيب اللي هي مشكلة الخميرة. مشكلة الخميرة تعتبر أنها صارت مشكلة اللي هي شغل الشاغل، وبالنهاية كمان لازم وجود حل يعني إلها. أهم المشاكل اللي تواجهها مدينة الصيف بيئيا اللي هي تلال الفوسفات، الخميرة، طبعا السيل، في عندك كمان السوق الحلال المسلخ. وتأتي انعكاسات هذه المشاكل صحيا على المواطنين. بواجهنا أشياء كثيرة من الناحية الصحية، خاصة كانت أوليش سابقا الحمد لله احنا منطقة الفوسفات انتهينا منها، لكن هلا حاليا في قرار بإزالة كل الفوسفات الموجودة بالصيفة من الدولة فيها، لكن مضل عندنا بعض الأشياء اللي مهمة جدا زي السيل، يعني هذا السيل برضو نعاني فيه. ونظرا لسخونة هذه المشاكل عقد في الصيف مؤتمر بيئي بعنوان بيئة الصيف بين الواقع والمأمول، وذلك من أجل العمل على إيجاد قاعدة بيانات واضحة لكافة البؤر البيئية تنطلق منها أي خطط لمعالجة الاختلال البيئي. من لواء الصيف في محافظة الزرقاء، محمد أبو علوان، رؤيا.